قصة تفجير بقناة السويس جدية كانت؟ إيه نعم، محاولة جدية كانت هي، بس كارثة محققة ستؤدي لانهيار مصر وسقوطها، كانت على وشك الحدوث قبل أن يحدث في اللحظات الأخيرة. أمر استثنائي في العاصمة الأردنية أوقف المؤامرة وتصدى لها. فما هي القصة؟ خطة شديدة المكر والدهاء دبرت بعناية شديدة واستهدفت ضرب مصر في شريان اقتصادها الرئيس قناة السويس، والذي تعتمد عليه القاهرة في الحصول على عوائد بمئات الملايين من الدولارات سنوياً. لكن هذه الخطة استهدفت إغلاق القناة إلى فترة غير محدودة وتعطيل القناة لشهور وربما سنوات قبل أن تنجح جهود إعادة فتحها مرة أخرى. كل هذا كان سيتسبب في شلل شبه تام لاقتصاد مصر والتي كانت على وشك الإفلاس حينها. كذلك سيعطل حركة مرور التجارة والسفن في القناة ويمنع وصول القطع العسكرية التي قررت الولايات المتحدة والدول الغربية إرسالها إلى الخليج العربي للمشاركة في عملية تحرير الكويت. ففي الثاني من أغسطس عام 1990 قام الجيش العراقي بمهاجمة الكويت والسيطرة عليها في ساعات قليلة، ومن أجل إخراج القوات العراقية من الكويت تشكل تحالف دولي قادته الولايات المتحدة، وشاركت فيه بعض الدول العربية الرافضة لما فعله الرئيس العراقي صدام حسين، ومن بينهم مصر التي أعلنت رفضها الشديد والواضح للهجوم على الكويت. لكن الرئيس العراقي قرر على ما يبدو أن يعاقب مصر على موقفها ذلك، وكذا يعطل وصول سفن التحالف الدولي إلى الخليج العربي عن طريق إغلاق قناة السويس. وفي تلك الحالة لن تستطيع السفن العسكرية المبحرة في البحر المتوسط إلى منطقة الخليج الوصول. تفاصيل ذلك المخطط كشفه سالم الجمالي مدير شعبة أمريكا في المخابرات العراقية السابقة، حيث قال إنه جرى إعداد مخطط إغلاق القناة عن طريق تدمير باخرة محملة بالحديد والإسمنت في منتصف قناة السويس، بما يمنع مرور القوات الأمريكية فيها. وبالفعل تم شراء الباخرة من ميناء مومباي في الهند من قبل دائرة المشاريع في جهاز المخابرات بإشراف مدير الشعبة، وكان من المقرر أن يتم تحميلها بالإسمنت من ميناء عدن في اليمن، حيث تواجد فريق مخابراتي عراقي مكون من 14 ضابطاً، ومن بينهم ضابط من دائرة العمليات الخاصة. ويقول جمالي إن الخطة كانت تقضي بوضع 100 كيلوغرام من المواد شديدة التدمير في مكان يؤدي إلى إغراق السفينة فوراً وسط القناة. وقد استكملت كل مراحل التخطيط في ميناء عدن بإشراف ضابط مخابرات عراقية كان يحمل اسماً مستعاراً هو سعد عبد العزيز. وتضمنت الخطة أن يسافر ضابط دائرة العمليات الخاصة مع السفينة، حيث يقوم بتنفيذ العملية عند وصولها إلى منتصف المسافة داخل ممر القناة. لكن في تلك المرحلة واجه فريق العملية مشكلة واحدة، وهي أن كمية الإسمنت الذي كان مفترضاً تحميله بالسفينة لم تكن متوافرة في اليمن. لذا جرى تحميل السفينة بكميات كبيرة من الحديد، وكان ذلك من أسباب تأخرها عن التحرك في الوقت المحدد. وقبل يوم واحد من مغادرة السفينة باتجاه قناة السويس، أمر الرئيس صدام حسين بوقف العملية لوجود مشاورات سياسية وظهور بوادر حل سياسية للأزمة. ولكن بسبب عدم وجود اتصالات بين بغداد والخارج في ذلك الوقت، اضطر أحد ضباط المخابرات العراقية إلى السفر فوراً إلى العاصمة الأردنية عمان لتأمين الاتصال بالمسؤول عن العملية في عدن، ويطلب منه إعادة الباخرة إلى الميناء في حال كانت انطلقت منها. ويؤكد المسؤول العراقي السابق إنه ولحسن الحظ كانت السفينة ما زالت في ميناء عدن، وبعد صدور أمر إيقاف العملية كانت المهمة الأصعب هي نزع المواد شديدة التدمير منها، حيث استلزم ذلك نحو 6 أشهر، وهو ما يكشف حجم الكارثة التي كانت ستسببها تلك السفينة لو لم يحدث الاتصال من عمان.